هتعمل ايه لو وقع في المكان اللي انت فيه قنبلة ذرية؟ هتشوف ايه وايه اللي هيحصل لك؟ هتحس بايه وايه الامراض اللي ممكن تصيبك من اثر الاشعاع النووي؟ طب ايه هي القنبلة الذرية وازاي بيتم تصنيعها؟ وايه هي مراحل انفجارها او ما يترتب على انفجارها؟ ثواني، هو انا ليه اصلا المفروض اعرف عن القنبلة الذرية واثارها؟ واللي دي اسئلة هتعرفها لما تقرأ اجراس ناجازاكي لدكتور ناجاي تاكاشي طبيب الاشعاعات في جامعة ناجازاكي، واللي اصيب في انفجار القنبلة النووية على المدينة اليابانية عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من إصابة دكتور ناجاي إلا أنه فضل يعالج المرضى هو وفريق صغير جدا من الأطباء وبمعدات بسيطة جدا. وعلشان كده قرر دكتور ناجاي أنه يكتب يومياته وينقل لنا خبرته ومعرفته عن أثر الإشعاع النووي والأمراض الناتجة عنه وكمان أساليب العلاج. وعلشان كده القصة عبارة عن أحداث ومشاهد واقعية ولكنها مؤلمة جدا تتمنى إنك ما تعيشهاش. وهو ده الهدف من كتابة القصة، إنها تكون شاهد على جرائم القنبلة الذرية لمنع تكرارها وإنقاذ البشرية. القصة فيها كمية مشاعر مختلطة، منها الخوف والغضب من الهزيمة، فيها مشاعر السخط على العالم المجنون، فيها مشاعر الأسى والحزن على الفقد. واللي بيميزها ان كل ده بيتقدم في صورة يوميات وحوارات بين الابطال، حتى المعلومات العلمية اتقدمت بصورة ميسرة ومبسطة. وعشان كده استمتعت بالقصة جدا وقيمتها 3/5 وبنصحكم بقراءتها، هتحبوها وتستفادوا منها. وبس كده، دي كانت مراجعة كتاب من قراءاتي. اشوفكم على خير مع مراجعة جديدة. مع السلامة.